افضل موبايل في حدود 6500 جنيه. هل الرينو 6 5 جي هيفضل متوفر لحد اول السنه؟ دول مجرد سؤالين من مجموعه اسئله اجاوبك عنها في الفيديو ده. فقبل ما اقول لك اي حاجه اكيد ما تنساش اللايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. واول سؤال معانا بيقول هو البوكو اكس 3 برو ما بقاش ينزل؟ للاسف الموبايل ما بقاش ينزل ومش هتلاقيه حاليا في السوق غير مستعمل. ممكن بقى تدور على اي موقع من المواقع اللي بتبيع مستعمل زي اوليكس او كده، او ممكن تشوف اي حد معاه الموبايل تشتريه منه مستعمل. في كمان شويه جروبس على الفيسبوك ممكن تخش عليها وتدور برضه وتسال مين معاه موبايل بوكو اكس 3 برو عايز يبيعه مستعمل. في موبايل نوكيا جي 21 انت مش شايفه خالص مع ان سعره رخيص وممتاز معايا عن تجربه كنت شاريه من امازون ب 4675 جنيه 4 رام 128. على فكره اتكلمت عن الموبايل ده وقلت عنه قبل كده ورايي انه موبايل كويس جدا ما فيهوش اي مشكله، ولكن في موبايلات بتقدم قيمه احسن منه مقابل السعر زي الريلمي نارزو 50A مثلا، براند اقوى وقيمه مقابل سعر اكتر ومعالج اقوى. سم الله يا محمد وصلى على الرسول ربنا يبارك لك عليها افضل الصلاه والسلام. عايز موبايل ب 6500 من السعوديه. زي ما قلت قبل كده ال 52 اس هو احسن موبايل حاليا ممكن تلاقيه في الفئه السعريه دي في السعوديه. دي اخر الاسعار اللي كانت قدامي. لو انت من السعوديه وال 52 اس اغلى من كده انزل تحت الفيديو في كومنت واكتب لي الموبايلات الموجوده في فئه ال 6500 جنيه وانا ارشح لك واحد منهم. هل الرينو 6 5 جي هيفضل متوفر لحد اول السنه؟ والله على حسب. الموبايل حاليا بيقدم قيمه قويه جدا مقابل السعر. ممكن من كتر الناس اللي بتشتري الموبايل يخلص، ممكن يستنى على حسب الكميه الموجوده في السوق حاليا منه هل تكفي ولا ما تكفيش. هل بوكو اف 4 يستاهل 12000 جنيه؟ لان في ناس في مصر بيتبيعوا بالسعر ده وتتوقع ريدمي نوت 12 برو يتعدى ال 10000 جنيه. بوكو اف 4 موبايل ممتاز ويستاهل ال 12000 جنيه في ظل الظروف والاسعار الغريبه اللي عندنا هنا في مصر. اما بالنسبه للريدمي نوت 12 برو رايي انه لا مش هيتعدى ال 10000 جنيه، مش هيتعدى اصلا ال 7000 جنيه، مش هيتعدى ممكن 7500 بكتير، مش هيتعدى اكتر من كده. لو سمحت المعالج اللي راكب في ريدمي نوت 12 يصلح للالعاب القويه ولا لا؟ طبعا معالج ممتاز جدا وارقام البنش ماركس بتاعته بتقول ان معالج قوي وممتاز ويستحق ويقدر يلعب الالعاب القويه عادي بدون اي مشاكل. افضل تليفون ب 5000 جنيه لسنه 2023 عملت فيديو كامل عن الموضوع ده، هسيب لك الفيديو هنا في الاي فوق. تحياتي لكم يا نجم اليوتيوب، شكرا على الشرح الوافي الله يخليك وشفافيه ومصداقيه لمن يريد ان يشتري موبايل جديد، فشرحك بيطمن اي حد يشتري ويختار الافضل حتى لا يخسر فلوسه. بالتوفيق وكرما جدا نهنئكم بال 100000 مشترك بعد تخطي ال 50000 بالتوفيق ان شاء الله. على راسي يا كبير اكيد بيك وكل الناس المحترمة هنوصل لل 50 وال 100 والمليون بإذن الله. رأيك في السامسونج اس 20 الترا وشكرا على المجهودات. رأيي في السامسونج اس 20 الترا انه موبايل كويس جدا وما عنديش معاه أي مشاكل، ولكن مشكلتي مع النسخة اللي جاية بمعالج اكزينوس. لو تقدر تجيب النسخة منه اللي بمعالج سناب دراجون يبقى ممتاز جدا وبيقدم قيمة قوية مقابل السعر حاليا. شاومي 11 برو ولا 12 تي ولا ريلمي جي تي نيو 3؟ لو هترتب لي ثلاث موبايلات جنب بعض كده انا من وجهة نظري كتجربة بقى متكاملة مش هتكلم عن حاجة واسيب حاجة، ريلمي جي تي نيو 3، شاومي 12 تي، واخيرا الشاومي 11 تي برو. دي ترتيبتي انا الشخصيه لو هختار وهروح اشتري من الثلاث موبايلات دول. افضل موبايل في حدود 6500 جنيه. حاليا فئه 6000 جنيه في مصر فاضيه تماما، مفيش موبايل يستحق ان اقول لك روح اشتريه. رايي تجيب من فئه ال 5000 وانا ارشح لك الريلمي 9 اي او الريلمي 8 اي او السامسونج 22، يا اما تروح تجيب من فئه ال 7000 جنيه وهنا ارشح لك ريدمي نوت 11 برو او الافضل والاقوى الام 52 بلا منازع. ممكن سؤال من رايك اجيب السامسونج ام 52 بلون ابيض ولا اسود؟ طبعا على حسب ذوقك انت، ولكن انا رايي اللون الاسود هيكون افضل لان الابيض بيتوسخ وبيعلم بسرعه. نوت 10 بلس ولا ايفون 11 الاثنين في الامارات مستعمل نفس السعر، ايه رايك؟ والله لو انت محب للاندرويد والاعتماديه والقلم هيكون النوت 10 بلس، اما لو انت بتدور على الكاميرا وتصوير الفيديو والحبشتكنات دي ايفون 11 هو افضل اختيار. فهنا ترجع لفكره انت بتحب اندرويد ولا اي او اس، انت بتحب النظام يبقى مقفول عليك ولا يديك الاريحيه انك تنزل اي حاجه وتشتغل على اي حاجه، وبتحب القلم. لو بالنسبه لك الكاميرا وتصوير الفيديو عامه هي هو اعتمادك الرئيسي وعايز التطبيقات تشتغل معاك باعلى كفاءه هيكون الايفون. اوبو رينو 8 5 جي من الكويت ب 10000 جنيه، ايه رايك في الصفقه دي وهل هينزل مصر بالمعالج دايمنسيتي 1300؟ رايي صفقه ممتازه جدا جدا جدا، ولو نزل مصر يكون اغلى من كده بشويه حلوين. ريلمي 8 اي احسن ولا السامسونج اي 23 في الكاميرات والشاشه؟ الاثنين نفس الشاشه اي بي اس 90 هرتز فول اتش دي بلس، ولكن تصميم شاشه
شاشة ريلمي أفضل، كاميرات الريلمي أفضل. ريلمي 10 برو بلس ولا الام 52 ولا الريدمي نوت 12 برو؟ الام 52 موبايل ممتاز وقوي، ولكن أنا لسه ما جربتش الريدمي نوت 12 برو ولسه ما جربتش الريلمي 10 برو بلس، فأكيد مستني الموبايلات دي توصل عشان أقارنهم مع الام 52 وأشوف مين أفضل موبايل بيقدم قيمة مقابل سعر. بقول لحضرتك 4000 جنيه في موبايل اسمه إنفينكس هوت 11 اس عامل حوالي 4500، أشتري ولا ترشح لي حاجة مستعملة من عندك أو جديدة ممكن أشتري من بره مصر؟ إنفينكس هوت 11 اس أصلاً عامل 5000 جنيه، ولو موجود ب 4500 جنيه رأيي كويس اشتريه، ولكن ب 4500 هو الإنفينكس هوت 11 العادي مش الاس. اتأكد واكتب لي تحت في الكومنت وارد عليك. ايه افضل موبايل ب 6000 جنيه للسنه الجديده؟ رايي استنى على الفئه السعريه دي، لان ما فيهاش موبايلات كويسه، يا تجيب من فئه الخمسة يا تجيب من فئه ال 7000 جنيه، وعملت فيديوهين قويين جدا، اسيب لك الفيديوهين هنا في الايفون. ايه رايك في اوبو فايند اكس 2 برو؟ رايي انه موبايل كويس وكل حاجه، بس الفايند اكس 2 برو موبايل قديم بقاله حبه حلوين في السوق، احنا وصلنا دلوقتي للفايند اكس 5 برو، فانا شايف ان الموبايل قديم بس، ولكن هو كان من افضل ولا زال من افضل الموبايلات اللي كانت موجوده في وقته. افضل موبايل ب 4500 ولا استنى الشاومي نوت 12 العادي؟ استنى الشاومي نوت 12 العادي. اكيد ما تنساش اللايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد، وكالعاده انتظرني فيديو جديد. سلام.